يا بقيع الطاهر القلب يا عيا إن مددت اليوم القبر يا دنيا أو أشار الكف للدرب بنفسك جاء من يحمل فكر النصر يا جاءني والحقد في سيماه يبدو وكأني جئته شيئا فريا فأراه لابسا ثوبا قصيرا رافعا للمتن سوف الأمويا قال هذه بدع شركم ضلال وهو لم يفقه من الإسلام شيئا كل ما في الأمر في ذنب وجرمي أن قلبي عاشق المولى عليا أن قلبي عاشق المولى عليا قال هذه بدع شرك ضلال وهو لم يفقه من الإسلام شيئا كل ما في الأمر في ذنبي وجرمي أن قلبي عاشق المولى عليا أن قلبي عاشق المولى عليا فموت يا رعاة الجاهلية أيا أحفاد هند وأمية فلن تحول بالنار ذكرى قبور الآل في الشريان حيا قبور الآل في الشريان حيا أنا لا أخذ القبر هناك لقرب الله بالأطهار لي فكل فيها والإسلام عبد إلى رب السماوات العليا فموت يا رعاة الجاهلية يا أحفاد هند وأمية فلن تمحوا إلى الأطهار ذكرى قبور الآل في الشريان حيا قبور الآل في الشريان حيا أنا لا أخذ القبر لقرب الله بالأطهار نيا فكل فيها والإسلام عبد إلى رب السماوات العليا ما سمعته في الحديث قد قال ما سمعته في الحديث قد قال بعده نجاة القرآن والآل ما إن تمسكتم به حبا وإجلال فلن تضلوا بعده وشأنكم حال فلن تضلوا بعده وشأنكم حال أن حقدكم أعمى قلوبكم قد أعدتم لنا من الحجار أعدتم الوثن عرفتم السنن عربتم الأطهار أخيار البشر عربتم الأطهار أخيار البشر فمارق السماء إلا بالأصفياء من حجج الأئمة
وإجلال فلن تضلوا بعده وشأنكم حال فلن تضلوا بعده وشأنكم حال أم أن عندكم ما قلوبكم قد أعدتم لنا الحجار عدتم الوزن عرفتم السنة عرفتم الأرض